أصدقائي الأعزاء، تخيلوا معي للحظة، ماذا لو قلت لكم أن هناك عالماً جديداً مليئاً بالمغامرات والألوان الزاهية ينتظركم على قناتي؟ نعم، لماذا؟ لأنكم أدخلتم الفرحة في قلبي في خلال السنوات العشر الماضية، وكنتم جزءاً من تجربتي على قناتي. شكراً إلى كل أم، شكراً إلى كل أب، وخصوصاً الأطفال الأعزاء الذين يحملون مكانة خاصة في قلبي. في هذه العقدة من الزمن قمنا برحلة مذهلة معاً في عالم الرسوم المتحركة والمغامرات الساحرة، وكل ذلك لم يكن ممكناً دون دعمكم اللامتناهي وحبكم الكبير. انتظروني في المستقبل القريب بمحتوى جديد، لأنكم أنتم جزءاً لا يتجزأ من رحلتي القادمة، فكونوا معي على الموعد. أحبكم.